احنا في مثل هذا اليوم من كل سنة يوم 26 نوفمبر بنحتفل بالعيد القومي للتغطية الصحية الشاملة، بنخلد ذكرى اطلاق السيد الرئيس عبد المفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد سنة 2019. ايضا بنستعرض انجازات الدولة المصرية في الجزء المتعلق بالتأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة. النهاردة ايضا بنحتفل بمرور 4 سنوات على اطلاق هذه المنظومة وامتدادها لست محافظات من 27 محافظة واعلان خطة الدولة المصرية للتحرك في ملف التغطية الصحية الشاملة، اللي ان شاء الله باذن الله طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس هذه المنظومة وهذه المظلة سوف تغطي كل المصريين بحلول عام 2030. وايضا بنعلن عن الفلسفة الجديدة والتطور الجديد اللي ان شاء الله بنخطط له للعام القادم المتمثل في ادخال مفاهيم زي الفاليو بيست هيلث كير او الصحه المبنيه على القيمه، وايضا الاكاونتبل كير اورجانيزيشن، وايضا مفهوم اداره الايرادات بالشكل العالمي، وايضا الصيدله الاكلينيكيه وما كانت عمليه صرف الدواء. كل هذا النهارده بيتم استعراضه من خلال حلقات نقاشيه مع عدد كبير من الوفود العربيه والوفود الاجنبيه اللي النهارده كانت موجوده على مستوى رفيع لتشاركنا ايضا هذه الفاعليه علشان نؤكد ايضا على رجوع مصر مره اخرى لريادتها في كافه القطاعات وفي القلب منها القطاع الصحي. النهارده احنا موجودين في العاصمه الاداريه وهي مكان ميلاد الجمهوريه الجديده اللي تبناها سياده الرئيس، وفي نفس اليوم اللي سياده الرئيس ايضا اطلق فيه منظومه التامين الصحي الشامل بنؤكد على ان الدوله المصريه في ال4 سنوات الماضيه قدمت نموذج يحتذى به في بناء الدول مش بس بناء مصر. Today is a great day. أنا سعيد جدا النهارده بوجودي في التوقيع الاتفاقيه بين شركه جانسن مصر والهيئه العامه للرعايه الصحيه، وانا حابب اشكر دكتور احمد السبكي رئيس هيئه الرعايه الصحيه في مصر على الانشطه اللي بيعملها في القطاع الطبي المصري او القطاع الصحي المصري. والنهارده يوم مهم جدا في حياه المرضى لانه الاتفاقيه هتساعد بدورها في الارتقاء بالمستوى القطاع الصحي المصري بشكل عام، واحنا بعد فتره من دلوقتي هنرجع نبص لليوم ده لانه يوم هام جدا. وانا بدوري ببارك لكل المستفيدين من بروتوكول التعاون اللي تم امضاءه النهارده مع الهيئه العامه للرعايه الصحيه، وبشكر دكتور احمد السبكي رئيس الهيئه العامه للرعايه الصحيه والقائمين على انجاح هذا النوع من البروتوكولات للارتقاء بالقطاع الصحي المصري.